وتنضم إلينا الدكتور وفاء علي أستاذ الاقتصاد. أهلا بحضرتك دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم وبالسادة المشاهدين. أهلا بحضرتك دكتور وفاء. بعد دعوة مصر للانضمام لعضوية بريكس اعتبارا من يناير 2024، دعينا سريعا نفند أبرز الاستفادات المتبادلة التي لم تكن موجودة قبل هذه الدعوة بين مصر وهذه المجموعة أو هذا التكتل وقمة بريكس. اسمح لي يا استاذه دعاء في البدايه نضع عنوان لما يشهده العالم على كل المنصات العالميه ان العالم بيسعى الى ما يسمى بالسلام الاقتصادي لعالم متعدد الاقطاب. العالم يتسع الى الجميع ولا يقف عند دوله واحده. اما عن الشان المصري فمصر الحقيقه ابتكرت لنفسها نهج جديد في الاتجاه نحو البريكس مع الحفاظ على التوازنات العالميه. واجتهادها الحقيقه في اللحاق بالتكتلات الاقتصاديه هو فكر قد بدأ مبكرا في الخروج خارج الصندوق، بما أنها لديها هي مفتاح الصندوق، بمعنى أن اهتمام البريكس بانضمام مصر إليها يأتي من أهميتها، وأيضا مصر تحتاج إلى البريكس، ولكن البريكس أيضا يحتاج إلى مصر أكثر. لأن مصر الحقيقة لديها عوامل هامة جدا يحتاجها هذا التجمع أو التكتل العالمي. أولا أن مصر هي نافذة العالم على منطقة الشرق الأوسط والبوابة الذهبية للقارة الأفريقية. الأمر الثاني أن مصر أيضا هي جزء أساسي من مبادرة الحزام والطريق التي لا يكون لها أي قيمة بدون وجود مصر بها. الأمر الآخر أن مصر في المرحلة الأخيرة سعت إلى الشراكات سواء الثنائية أو الثلاثية، وتتمتع بعلاقات هامة وممتازة مع جميع الدول الموجودة في التكتل، مع نجاح الدبلوماسية المصرية وابتكاراتها في الحفاظ على التوازنات العالمية. بمعنى أن احنا الحقيقة بدأنا بنفكر في طريق نجاح للدبلوماسية المصرية وأيضا في المصلحة الاقتصادية. واحنا عارفين كلنا أستاذ الدعاء أن التكتلات الاقتصادية هذا هو قانون العالم اليوم، ولكن هذا التكتل تحديدا يمكن بيأتي في مرحلة هامة جدا، لأن العالم بيمر بمرحلة مخاض جديدة على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية. فكان على كل دولة من الدول التي تسعى إلى الدخول في البريكس أو الدول الموجودة بالأساس أن تفعل أدواتها الجيواقتصادية، لأنها الحقيقة هتستخدمها في إعادة تشكيل الهيكل العالمي للاقتصاد كله. لأن الحقيقة العالم بيعاني يا أستاذة دعاء من حالة من الألم والإكراه الاقتصادي على خلفية كمان السياسات التجديدية وكل ما يمر به العالم من مراحل سواء في السياسة المالية أو النقدية. بالنسبة لمصر، مصر لديها فرصة جديدة باشتراكها في بنك التنمية الجديد طبعا، وهو بنك تنموي. بس احنا نحب نلفت النظر ان الخطوات اللي هياخدها بنك التنمية الجديد تحتاج الى بعض الوقت، ولذلك احنا بنسمي ما يحدث على الساحة فن الممكنات والصوابية السياسية، بمعنى ان العالم كله بينظر الى ما ستقول اليه نتائج البريكس. والنهاردة الحمد لله النتائج كلها متفائلة، ولكنها تحتاج إلى في بعض الأمور تحتاج إلى المدى البعيد في التنفيذ، زي العمليات التمويلية. القارة الأفريقية على رأس أولويات البريكس، لأنها الحقيقة من أهم القارات التي يخطب ودها الجميع، وفي نفس الوقت تحتاج إلى تمويلات ميسرة من خلال هذا البنك التنموي. سوق جيد للاستثمار بالتأكيد يا فندم. عمليات التبادل التجاري، احنا الشريحة السكانية العالية، مصر سوق كبير جدا، او من احلامنا المرتبة في الوصول الى 100 مليار دولار للصادرات المصرية. ولكن يجب ان نلفت النظر ان الجانب الاخر ايضا القابع خلف المحيط يتحسب للبريكس، بدليل ان الجمهوريين يعني في الاسابيع الماضية الحقيقة بدأوا يفكروا فيما يسمى بفكرة دولار قوس قزح، وهو قائم على الذهب، وده يدينا دلالة على نجاح البريكس يا أستاذ دعاء. ليه؟ لأن الدول في الفترة اللي فاتت كانت بتحاول إنها الحقيقة تشتري كميات، مش بتحاول، هي فعلا قامت بشراء كميات من الذهب تحسبا لهذه الخطوة المالية القادمة. إذا هناك من يقبع خلف المحيط ينظر إلى البريكس بنظرة إيجابية أن النظام المالي الجديد قد يفعل على مستوى العالم. وخلينا نكون يعني أكثر صراحة أن العالم الحقيقة فاض بالكيل بما يفعله صاحب العرش المتوج اللي هو الدولار، لأن العالم الحقيقة بيحاول يذهب إلى حالة
السلام الاقتصادي اللي تحدثت بيها مع حضرتك في البداية. طيب وحضرتك بتتحدثي عن هذه النقطة، فكرة الدولار أمام عملة موحدة من الممكن أن تخرج عن بريكس والتخوفات الخاصة بالدولار وعرش الدولار زي ما حضرتك قلتي، وجود أيضا الأمين العام للأمم المتحدة في هذه القمة بالتأكيد أنه له دلالة عندما نتحدث عن تواجده في هذه القمة وحديثها أيضا عن التنمية والاقتصاد وإعادة الهيكلة وآليات الديون وتخفيف الديون على الدول الإفريقية. كيف تري هذا التواجد؟ هل هو تواجد تقليدي أم تواجد له دلالة أخرى؟ لا طبعا، بص، وله دلالة الحقيقة إيجابية جدا وبعيدة المدى، لأنه هيعتبر البريكس أحد ركائز النظام العالمي الجديد ليه. هناك مسائل حرجة حتى الأمم المتحدة أصبحت عاجزة عن حلها بشكل جذري. يعني إحنا شايفين أن العالم في حالة من التذمر الجماعي، بمعنى أن عملية الدولارة وبالأخص في الدول الناشئة والنامية اللي جعلها تدور في رحى عدم اليقين وزيادة الديون وفوائدها والضغوط الاقتصادية والأسواق الموازية، الأمم المتحدة لم تستطيع فعل شيء فيها. ولكن الأمر يأتي من هذه التجمعات والكيانات الاقتصادية اللي هتشكل بعض المزايا، أولا استجلابها لانضمام توسعة العضوية وبدخول قوى النهاردة زي مصر وإيران والسعودية. ولا ننسى أن هناك أيضا انفراجات كبيرة جدا في العلاقات السعودية الإيرانية في الأسبوع الماضي، بدأت في الانفراجة الكبيرة، وده يدي برضو ثقل لهذا الملف بدخول دولتين. مصر المتوازنة في سياستها العالمية مع كل الدول الحقيقة بتدي ثقل. إذن هناك كيان بيخلق بيعمل توازن اقتصادي في العالم. الحقيقة الأمين العام للأمم المتحدة شايفها فرصة لوجود العدالة في ملف التجارة الدولية الذي ليس به أي عدالة، مسألة التمويلات، أمن الطاقة، تغير المناخ الذي تحدث عنه الأمين العام، هذا التكتل قد يساعد كثيرا. تحدث عن العدالة المناخية طبعا يا فندم، لأن لابد من إعادة توزيع الأدوار والأضرار يا أستاذ دعاء في مسألة المناخ. احنا مصر قامت بدورها على اكمل وجه، وستسلم الرايه الى دوله الامارات في كوب 28، فيجب التمهيد، والامم المتحده بتمهد لكوب 28. بالنسبه ايضا لمساله يعني سطوه الغرب على مفاصل الاقتصاد العالمي، يجب ان يكون لها حل، خصوصا ان هذه الدول تمتلك ثلث الحبوب العالمية، وهي أول المشكلات على سطح الملف الاقتصادي العالمي. الأمن الغذائي من ضمن الملفات الهامة أيضا بالتأكيد يا فندم، وده يمكن ما تعاني منه القارة الأفريقية وامتلاكها أيضا. يعني الحقيقة مساحة كبيرة من الشريحة السكانية وامتلاكها أيضا منافسة كبيرة للمجموعة السبع. وفي أمر هام جدا، أن هذا التكتل سيفتح الأفاق لدخول الاتحاد الإفريقي يا أستاذ دعاء إلى مجموعة العشرين، وهو أمر يمكن أنا قبل كده تحدثت فيه من قبل، إن إحنا من حقنا كدول أفريقية أن ننضم إلى مجموعة العشرين، ودخول هذا التكتل في النطاق والحيز التنفيذي بانضمام الخمس دول أو الست دول الجداد، الحقيقة ده هيدي قوة اقتصادية وثقل اقتصادي يتيح له الدخول لمجموعة العشرين. فالقارة الأفريقية ليست بأقل مما نجده في مجموعة العشرين. الأمر الآخر أن الحقيقة دول البريكس يا أستاذ دعاء، وخلينا نتكلم في النقطة دي لأنها هامة جدا، مجموعة البريكس دول البروكس حقيقي بتضع أول نواة لقطع غصن الشجرة اللي بيجلس عليه كبار المصرفيين، سواء في البنك الدولي أو البنك النقد الدولي أو البنك الدولي. وخلينا نقول هذا ممكن ولكنه غير مؤكد، وده عشان كده بنقول عليه فن الممكنات والصوابية السياسية. ولكن يحتاج مننا أولا إلى توقف، يحتاج مننا إلى بنك مركزي ينسق هذا الأمر، ولما لا يكون هناك نظام عالمي متوافق فيه البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنك التنمية الجديد، فالعالم يتسع للجميع وكلنا تحت شمس واحدة، كما قال أيضا يعني رئيس الهند في كلماته، نحن جميعا تحت شمس واحدة. الأمر الثاني أن الخطوة البريكس الحقيقة نحو عالم متعدد الأقطاب بيؤدي بينا إلى الصعود الجماعي للدول الناشئة، ودي نقطة مهمة جدا. يعني الدول الناشئة والدول النامية هذه فرصتها للصعود الجماعي مما هي فيه، وإلى بناء الحقيقة عالم اقتصادي
افضل نظرا لان العواقب الجيوسياسيه المتراكمه واللي بتلاحق العالم بسبب الهيمنه الغربيه والاقتصاد الامريكي الحقيقه اللي عمل هزه. الدول الناميه فيها الفرص الكثيره من الاستثمارات التي من الممكن ان تستفيد بها الدول الاخرى، فتكون الاستفاده متبادله، ان يكون هناك استثمارات وتنميه في هذه الدول، وايضا ان الدول الاخرى التي قامت بهذه الاستثمارات تكون قد استفادت ايضا من توسيع مظله استثماراتها في دول مختلفه. بالتأكيد يا فندم، لأن احنا الحقيقة زي ما قلت لحضرتك هو العنوان الأهم ان احنا بنسعى الى تكامل واصلاح وحوكمة الاقتصاد المالي العالمي، النظام المالي العالمي واقتصاده. بنعتبر ان مسألة الصفقات المتكافئة يا استاذ دعاء، خلينا برضو ناخد نقطة الصفقات المتكافئة بالعملات المحلية. قد يفتح بريكس الآفاق للتبادل بالصفقات المتكافئة بالعملات المحلية. يمكن الأمر نجح في صفقات متبادلة بين بعض الدول في الأزمات الأخيرة بالنسبة لأزمات القمح وأزمات بعض الحبوب بيننا وبين بعض الدول والصين وبعض الدول، ولكن احنا بنقول أن البريكس تحديدا في إطار بقى إطار قانوني وإطار مجموعة اقتصادية وتكاتل اقتصادي ستفتح الآفاق والباب على مصراعيه الصفقات المتكافئة بالعملة بالعملات المحلية، وده الحقيقة هيخفف العبء عن دول كثيرة جدا، ومنها احنا اللي بنعاني الحقيقة بسبب الشح المعروض من الدولار والعملات الصعبة. ويمكن ده هيخلي الدول الناشئة والنامية عندها كمان سلة عملات، وده بيفتح الآفاق ان يحصل عملية فعلا من السلام الاقتصادي والتوازنات الجيوسياسية والاقتصادية داخل الدول. الأمر الآخر ان العالم كله بحقيقة بينظر الى مجموعة البريكس وقراراتها وتطوراتها الجوهرية من حيث التحالفات، ان احنا في يعني احنا بنعمل توازنات اقتصادية حقيقية، بمعنى ان العالم كله زي ما حضرتك شايفة كده كله بيعرض امكانياته والكل بيحط القواعد بتاعة التشكيلات القادمة. الامر الاخر ان هناك بعض القضايا ايضا اللي بتحتاج من البريكس الى مناقشتها في الامور في الفترة القادمة. اولا مسألة الاستثمارات. طيب قبل أن نترك موضوع الدولار دكتور وفاء، بهذه القمة إلى أي مدى ستبقى أعين دول العالم مسلطة على سعر الفائدة المتعلق بالدولار بعد هذه القمة؟ الحقيقة اللي يمكن بريكس كشفت المعاناة اللي بتعانيها دول العالم من هيمنة طبعا الدولار وحالة الألم والإكراه الاقتصادي اللي بيتعرض ليه الكل. يعني الفترات القادمة إن شاء الله هتعتمد على طبعا احنا مستنيين حديث جيروم باور يوم الجمعة عن الامتداد السياسة التجديد النقدي إلى العام القادم أم انتهائها مع هذا العام، وأعتقد أنها ممتدة إلى العام القادم. فالحقيقة أمريكا تعتاد على أنها تصدر الآلام للجميع وتخرج سالمة، بدليل أن النمو معدلات النمو لديها ومعدلات التضخم تنخفض وفي دول العالم كلها ترتفع، ولكن احنا بنتمنى بعد تكتل البريكس وبعد هذا الاجتماع ان تتحرك الاسواق العالميه، لانها الاسواق الثمانية يا استاذ دعاء بتشتغل بالمعنويات. يعني ليست فقط بقرارات اقتصاديه بحته او انها قرارات اقتصاديه، ولكن ايضا بتشتغل على المعنويات. يحتمل في ان شاء الله في الاسابيع القادمه ان يهتز الدولار قليلا بالقرارات المصدره عن القمه النهائيه في البريكس، وفي انتظار ايضا سيد وول ستريت في يوم الجمعه وقراراته، ونرجو يعني ان دول العالم انها تجد الحقيقه مخرج من هذا المازق اللي وضعنا فيه سيد وول ستريت، وهذا الامر تعرض له العالم من قبل، ولكن هذه المرة كان الألم والإكراه الاقتصادي شديدا جدا. لأن الأزمة الاقتصادية العالمية كبيرة في هذه السنوات الأخيرة، إذا النتائج أيضا تصبح كبيرة نتيجة لهذا الأمر. بالتأكيد، والدول الحقيقة بتحاول إن هي بكل جهودها إنها تخرج من هذا المأزق اللي الحقيقة يعني اترسم بدقة شديدة جدا، ولكن احنا خلينا في باب التفاؤل، وأن قرارات البريكس قد تحرك الأسواق العالمية، وأن التذبذب الموجود اللي هو سيد الموقف الحالي يحاول يستقر في الفترة القادمة، وأن الدول تبتدي تطلع يعني معدلات التضخم بالنسبة لها تنخفض تدريجيا، وندخل العام الجديد فقد فات ما فات
وياتي بقى الجديد بالخير. واحنا صحيح متفائلين بما تم في البريكس اليوم، ودخول مصر اذا كان مكسب ليها فللبريكس اكبر مكسب في انضمام مصر بوابة العالم وبوابة افريقيا وايضا البوابة للشرق الاوسط جميعا، والجزء الاهم من مبادرة الحزام والطريق والشريحة السكانية الاعلى والسوق التجاري والدولة التي تسعى الى زيادة الاستثمارات ولديها كل ما تمتلكه من سواء بنية تحتية سليمة وقرارات تشريعية وعلى رأسهم ايضا الإرادة السياسية والاستقرار السياسي. نعم دكتور وفاء علي أستاذ الاقتصاد، جزيل الشكر لحضرتك على هذه المداخلة وهذه الإيضاحات، جزيل الشكر.